مرحبا أصدقائي، معكم لين في الصين. أنا حاليا متواجدة في واحد من أكبر المناطق السكنية للمسلمين في بكين، وتحديدا في شارع اسمه شارع نيودية. هذا الشارع يعتبر من واحد من أكبر وأشهر شوارع مأكولات الحلال في بكين. يلا خلينا نعمل جولة ونشوف شو في مأكولات هون. يلا. شارع نيودية هو شارع يتمتع بتاريخ عريق ويجمع في طياته ثقافة قومية هوي، بكونه أكبر مستوطنة لهذه القومية في بكين، حيث يعيش هنا أكثر من 10,000 نسمة من أهالي قومية هوي. محطتنا الأولى في شارع نيودية هي السوق المركزي، حيث هنا يمكننا أن نجد جميع المأكولات والحلويات واللحوم وغيرها من المواد الغذائية الحلال. اليوم سأتجول في هذا السوق وأشتري ما يحلو لي من الأطعمة الشهية. يا جماعة، أنتم متخيلين أنه من محل واحد اشتريت كل هاي الأكلات الزاكية؟ لسه في لقدام محلات كتير، خلينا نكمل جولتنا. يلا. الأطعمة في شارع نيودية تلاقي ترحيباً واسعاً من أهالي بكين، فهم على استعداد للوقوف في طوابير طويلة من أجل شراء هذه المأكولات الغنية. سيسي، هون مكتوب أنه عم بيبيعوا المشاوي الصيني. المشاوي الصيني كتير كتير زاكية، بدي أصف بالطابور وأشتري. يلا معي. والريحة مش طبيعي، لا ويلا، يا سلام. جماعة، المشاوي الصيني عالم تاني. بحطه على اللحمة فلفل وكمون، من أكثر الأشياء اللي بحبها في الصين إنه ممكن تشتري أكلات وتأكلها في الشارع والكل هيك، فبتحس هيك في نكهة حياة مميزة جدا. يا سلام. في حدا خبرني هلا إنه هناك في محل حلويات صيني كتير زاكي اسمه جعجاو. بعد ما أكلنا اللحمة خلينا نحلي. هاي شريت حلويات الصينية جعجاو، خنفتح ونشوف شو هي. هي عبارة عن عجينة فيها حشوة الفاصوليا ومقلية. شكله طعمها زاكية، حبيتها. بدها فنجان قهوة عربي، ممتازة.